سمعت أن المرأة المتزوجة يجوز لها ألا تعمل في منزلها من بعض الأعمال كالطبخ والتنظيف، وكذلك الرجل يجوز له ألا يذهب بها إلى المستشفى ليعالجها، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا أوجب العشرة بين الزوجين بالمعروف حسب العادة، حسب عادة البلد. ومن عادة المسلمين أن النساء تشتغل في البيوت بالطبخ والغسيل والكنس والتنظيف وتربية الأولاد، هذه عادة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه صدق الله وسلم، عليك. فيجب على نساء المسلمين القيام بهذا العمل. وأما مسألة ذهاب زوجها بها إلى المستشفى هذا من العشرة بالمعروف، إذا احتاجت إلى المستشفى وليس هناك من يقوم بالذهاب بها إلى المستشفى من محارمها، فمن العشرة بالمعروف أن الزوج يقوم بذلك ولا يتركها للمرض والألم. نعم، لكن هذا واجب عليه شرعي أو يندب لهما؟ هذا من العشرة بالمعروف ومن التعاون على البر والتقوى، لا يبعد أنه واجب عليه، لا يبعد هذا. كيف يتركها تتألم نعم وتتوجع من المرض فهو يقدر على الذهاب بها؟ هذا لا يليق به. نعم، كذلك قيامها بخدمته أيضا. هذا ذكرنا، قلنا إن أحسن الله إليك. النساء الصحابة وهن أشرف النساء يقومن بأعمال البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بأعمال بيتها وتحمل الماء على عاتقها، تحمل القربة على عاتقها، وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فنساء المسلمين ما زلنا على هذا ويعملن في البيوت ويقومن، وهذا يحصل به التعاون بين الزوجين، الزوج يعمل خارج البيت ويكتسب لأهل البيت، والمرأة تقوم بعمل البيت وتريح الزوج من عمل البيت، فيحصل التعاون في هذا. أحسن الله إليكم.